ما من شيء أكثر سوءا من صدور لعبة منتظرة، إنما لم تلتقي لتطلعات اللاعبين، وهذا يحدث كثيرا خاصة في السنوات الأخيرة من صناعة ألعاب الفيديو. بعض الألعاب لا تزال ممتعة أو على الأقل قابلة للعب، لكن لأسباب عديدة تخفق في بعض الجوانب التي كانت بحاجة إلى المزيد من الوقت، الجهد، الموارد والمزيد من الصقل. هذه قائمة لعشرة من أكثر الألعاب المخيبة للآمال في 2023. قبل البدء بكل شيء، وولونغ فولن داينستي هي لعبة جيدة جدا، حيث قدمت تجربة تفاعلية مليئة بالإثارة في الصين القديمة إبان فترة نشأة الممالك الثلاثة، إحدى أهم عصور التاريخ الصيني. فقد طورت من قبل تيم نينجا، نفس الفريق الذي عمل على سلسلة نيو. هذا بحد ذاته يبعث السؤال، هل هي أفضل من نيو؟ وهل يمكن مقارنتها بسكيرو؟ الإجابة هي لا. اللعبة بالمجمل لم تقدم أي نقلة حتى بالمقارنة مع نيو. طريقة اللعب بالرغم من التوجه التفاعلي عوضا عن عناصر تعاقب الأدوار لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. لا يوجد تنوع في استخدام الأسلحة أو القدرات السحرية، في حين أن الثقافة الصينية أو الإطار الصيني يزدهر في فنون القتال المختلفة وفنون السحر. ثم هناك القصة والشخصيات الغير مثيرة للاهتمام، بالرغم من استلهامها من رومانسية الممالك الثلاثة أو حتى من السلسلة داينستي ووريورز. من المؤسف أن اللعبة جيدة جدا كوولونغ لم تقدم تجربة مميزة بالمقارنة مع نظائرها. الجزء الثاني من لعبة رعب البقاء ديد آيلاند صدرت بعد قرابة العشر سنوات من التطوير، التشويق والانتظار، وكونها ضحية جحيم التطوير. بعد كل تلك المعاناة يحسب للعبة التنوع الشاسع في ابتكار الأسلحة لمواجهة الزومبي، الرسومات المذهلة خاصة أثناء قتال الزومبي وتقطيعهم إربن إربن. بجانب بعض المشاكل التقنية الطفيفة، اللعبة ليست أكثر من مجرد جيدة. التوجه القصصي المائل إلى الكوميديا في إطار ما بعد نهاية العالم أصبحت فكرة مبتذلة. كيف يقال أن هذه اللعبة الساخرة هي نفسها من الاستعراض الأول للجزء الأول الذي يظهر واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في تاريخ ألعاب الفيديو؟ أن تصدر لعبة بأداء جيد بعد مرورها بجحيم التطوير يعد كافيا. ديد آيلاند بأكملها كانت تجربة ممتعة إنما مبتذلة. وايلد هارت هي عنوان جديد من EA Games ومن الاستوديو نفسه الذي عمل على سلسلة هاكن سلاش الشهيرة داينست ووريورز، حيث أرادت أوميجا فورس بناء سلسلة جديدة ضخمة غير ألعاب ووريورز. وبما أنها تتضمن قتال وحوش، من الجلي مقارنتها بسلسلة كابكوم الشهيرة مونستر هانتر. على الورق من المفروض أن تكون وايلد هارت لعبة جيدة نسبة إلى عناصر لعبها المميزة كخاصية البناء كاريكوري، علاوة على تصميم البيئات والإطار العام. من المفترض أن تكون لعبة ممتعة إذا عملت بشكل جيد. اللعبة راحت ضحية المشاكل التقنية وضعف الأداء في الكثير من المناسبات، خاصة وقت الإصدار. ثم هناك الأداء الكارثي على الحاسب الشخصي، والتي تعتبر واحدة من أسوأ التجارب على تلك المنصة. تسويق اللعبة نفسه لم يكن شفيعا لاستقطاب اللاعبين، بصرف النظر عن أدائها وأنها تصبح مملة ومكررة نوعا ما مع مرور الوقت. كما أن دعم اللعبة لم يكن الأفضل. من المؤسف أن يمر عنوان جديد لديه الإمكانيات كوايلد هارتس بهذا المصير، في زمن أصبح من الصعب استثمار الوقت والمال بأي لعبة. لا شك أن سلسلة سباقات فورزا تعد إحدى أهم العناوين لدى استديوهات إكس بوكس، في حين أن هورايزن تركز على تجربة الأركيدية، بينما موتور سبورت تجربة المحاكاة الواقعية. الإصدار الثامنة تجسد إعادة صياغة للسلسلة، لكن أهي لعبة تستحق الشراء؟ بالنظر إلى جانب المشرق، طريقة اللعب والمحتوى في الأطوار وعدد السيارات يجعل منها لعبة سباقات جيدة جدا. وفي الوقت عينه أخفقت اللعبة في جوانب عديدة، وهذا يتضمن التركيز على عناصر تعاقب الأدوار والذي زاد من صعوبة التقدم في اللعبة، التركيز على التوجه الخدمي كما هو الحال مع غالبية الألعاب، وجود مشاكل تقنية عديدة، وضعف الأداء في نسخة الحاسب الشخصي. أيضا هناك محتويات تم الترويج عنها لكنها غير متواجدة في المنتج النهائي. إن تم وصف فورزا موتور سبورت بشيء واحد، المتعة ممنوعة في هذه اللعبة. شهد هذا العام صدور لعبة جديدة من سلسلة يوبيسوفت الأكثر شهرة أساسنز كريد ميراج، هي الإصدار الثالث عشر الرئيسية والإصدار الثلاثون من السلسلة. لمعرفة مقدار الحلب الذي مر بهذا العنوان، ميراج من المفترض أن تجسد العودة إلى الجذور في الإطار العام، طريقة اللعب في المجابهات والتجسس وبناء الشخصيات، لكنها ليست كذلك. من قال أنها عودة إلى الجذور؟ الأصح أن أساسنز كريد ليس لها جذور. طريقة اللعب وخاصة في المجابهات ربما تعد الأسوأ بالسلسلة بأكملها نسبة لوجود مشاكل تقنية عديدة. الشخصيات في القصة غير مثيرة للاهتمام، فقد ولت أيام الإبداع في سرد القصص وبناء الشخصيات والمحادثات بينهم. ومع هذا أبدعت اللعبة في الجوانب البيئية والإطار العربي في العصر الذهبي للتاريخ الإسلامي، علاوة على المقطوعات الموسيقية التي تعد من الأفضل في السلسلة. ثم مجددا، أساسنز كريد ميراج هي لعبة من يوبيسوفت التي ترتكز أعمالها على الكمية عوضا عن الجودة.
وانتدد هي لعبة تفاعلية جديدة صدرت في بدايات العام. من النظرة الأولى يمكن الشعور بصخب الألعاب التفاعلية التي كانت تصدر إبان الجيل السابع من الألعاب أيام بلايستيشن 3 وإكسبوكس 360، الجيل الذي حاولت الشركات والاستديوهات تجربة أنواع جديدة من الألعاب. وبناء على ذلك اللعبة كانها صدرت منذ 15 عاما لم تواكب تطلعات الصناعة الحالية. طريقة اللعب تبدو غريبة مكررة وتفتقر التنوع والإبداع. تصميم المراحل والبيئات كان عاديا ولا يوجد تنوع كبير في مواجهات الأعداء. بالرغم من التوجه الدموي في اللعب والشخصيات وإضفاء بعض الكوميديا في اللعبة، فتلك الأشياء لم تساهم في تقديم لعبة ممتعة. ما الذي يجعل فورسبوكن لعبة مثيرة للاهتمام منذ البداية؟ أنها من أولى الألعاب التي تم كشفها لبلايستيشن 5، وأنها لعبة تعاقب أدوار تفاعلية من سكويرين إكس، وأنها طورت من قبل نفس الفريق الذي عمل على فاينل فانتسي 15، واحدة من أكثر ألعاب السلسلة شهرة ونجاحا. إذن لديها المقومات بأن تكون لعبة ممتازة، أليس كذلك؟ لا أبدا. على صعيد طريقة اللعب فهي مكررة وغير ملهمة، تفتقر جوهر تعاقب الأدوار التي تميزت بها ألعاب سكويرين إكس. لكن ما ثرى الجدل في هذه اللعبة ضعف القصة، الحوارات، ثم هناك دور الشخصية الأساسية فري بسبب تجاربها السابقة. فري لا تثق بأحد، مما جعلها شخصية جاحدة لا تطاق. كما أنها لا تود من أحد أن يشعر بالشفقة عليها. محادثات وكتابة غير احترافية. حتى تصميم العالم والشخصيات التي تبرع بها سكويرين إكس وفاينل فانتسي كانت ضعيفة في هذه اللعبة. فري كبطلة وفورسبوكن كلعبة بأكملها عار على سكويرين إكس. كيف يعقل أن تكون مورتال كومبات اللعبة الأفضل والأسوأ في لعبة واحدة؟ هذا هو حال مورتال كومبات 1. فبعد 4 سنوات من الانتظار صدرت اللعبة بعد 4 أشهر منذ الكشف عنها. هذا بحد ذاته يغلق باب فرصة عمل إصلاحات على اللعبة لأنها تعد جاهزة للإطلاق. يحسب للعبة العدد المتنوع من شخصيات السلسلة في مختلف أجزائها، طريقة اللعب التي لربما تعتبر الأكثر متعة بين ألعاب نذرالم، علاوة على القصة التي بالرغم من عيوبها تعد أفضل كتابة في السلسلة من الاستديو. ومع هذا أخفقت اللعبة في عناصر جوهرية عديدة، طريقة لعب غير موزونة، في حين أن شخصيات الكاميو لا تقدم ذلك القدر من التنوع، وبعضها لا تتناسب مع بعض الشخصيات، افتقار المحتوى في أطوار اللعب الفردية والجماعية، طور إنفيجن العقيم الغير هادف، ضعف التصاميم كم الهائل من العناصر قابلة للشراء بمبالغ غير منطقية. كيف وصل الحال إلى شراء حركات فيتاليتي والتي يمكن تنفيذها مرة أو مرتين؟ إذن ماذا لو تم إضافة حركات فرينشيب أو أي شيء آخر؟ أيضا من الأشياء المهمة التي أخفقت بها اللعبة أنها تحفز اللاعب فقط على الفوز، وأن الخسارة خاصة في اللعب الجماعي يعد بلا قيمة ومضيعة للوقت والجهد. مورتال كومبات 1 فقدت قيمة السلسلة بالفعل، والتي يبرر من قصتها وطريقة لعبها سيتم تذكرها بأنها الأكثر تقاعسا في السلسلة. لا عجب أن ستريت فايتر 6 فازت بأفضل لعبة قتال لهذا العام لأنها لعبة قتال شاملة. للمرة الأولى منذ الجزء الرابع من السلسلة صدرت لعبتين من كول أوف ديوتي متممة في ظرف سنة واحدة. النتيجة مودرن وارفير 3، اللعبة الأقل تشويقا وإلهاما في السلسلة بأكملها. أين يمكن البدء بهذا الجلل؟ مسألة أن هذه الإصدارة هي مجرد توسعة أو محتوى قابل للتنزيل عن الإصدارة السابقة ينطبق على جميع ألعاب السلسلة لأنها تعتمد على نفس المعمارية مع بعض التغييرات. القصة دائما ما تعد محورا أساسيا في ألعاب السلسلة. هذه المرة لا عمق، لا تشويق، لا بناء، لا كتابة، وذات عمر قصير للغاية لدرجة أنها أصبحت ميمة ساخرة بعدما ادعى كريستوفر جاج أن خطابه العام المنصرم كان أطول من قصة كول أوف ديوتي. طور اللعب الجماعي وبالرغم من المحتوى والتحسينات في طريقة اللعب واستخدام الأسلحة لا يزال يعاني من مشكلة أزلية متعلقة بتوزيع المستويات بين اللاعبين كوجود لاعبين محترفين ومبتدئين في نفس اللعبة. لا شيء ملهم في هذه الإصدارة ولا شيء متجدد سوى التنوع في الممارسات الربحية. هذا العام المفترض أن يكون عام استديو ترايارك بإصدار جديدة من بلاك أوبس، ثم مجددا يجب فتح باب النقاش حول استحواذ مايكروسوفت على اكتيفيجن لأنه كان مخططا في السابق تغيير نهج السلسلة في إصدار لعبة واحدة كل عامين، لكن تلك الخطط تغيرت بعدما بدأت عملية الاستحواذ. ستارفيلد في الواقع هي أمر مؤسف حدث في الصناعة في هذا العصر الحديث. اللعبة الأكثر انتظاراً لدى الكثير من اللاعبين، اللعبة ذات الجودة العالية التي من المفترض أن تقدم التجربة الأكثر ضخامة، العنوان الجديد لدى استوديوهات بثزدا منذ أكثر من 25 عاماً، اللعبة التي وبعد 7 سنوات من التطوير من المفترض أن تظهر نقلة ثورية في الصناعة، حتى اتضح أن ستارفيلد مجرد لعبة أخرى من بثزدا. حتى لو تم التغاضي عن المشاكل التقنية العديدة، لا شيء يستحق الثناء في هذه اللعبة. على صعيد اللعب وميكانيكيات تعاقب الأدوار، اللعبة ليست أفضل من ديستني من ناحية عمق القصة أو الحوارات
بين الشخصيات. اللعبة ليست أفضل من The Witcher أو Baldur's Gate. ثم الجانب الأكثر أهمية في ستارفيلد المتمحور حول الاستكشاف في الفضاء الشاسع. اللعبة ليست أفضل حتى من اللعبة المستقلة No Man's Sky. الشيء الذي من المفترض أن يشفع للعبة كان الشيء الأقل إلهاما والأكثر جدلا. كان من المفترض التركيز على مجموعة شمسية واحدة عوضا عن المئات المليئة بالفراغ والتي بسببها أصبحت لعبة مملة تفتقر المتعة. الجوهر الأساسي في أي لعبة من غير احتساب أن بثزدا استخدمت محركها Creation Engine الذي عفى عنه الزمن لتطوير اللعبة. إن تفوقت ستارفيلد بشيء فقد تفوقت على ألعاب بثزدا على غرار اللعبة الكارثة Fallout 76 وليست Fallout 4 أو Skyrim. هذه كانت 10 من أكثر الألعاب المخيبة للآمال لعام 2023. إذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. أشكركم على المتابعة وتذكر الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.